لمحاكاة الواقع المعيشي بالبلاد إثر الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. هنا وسط العاصمة تونس أقامت الفنانة التشكيلية يسرى المزوغي معرضا لها يضم نحو 30 لوحة فنية لتبرز الحياة اليومية للتونسي وشعوره المتفاوت ما بين الأمل المحدود والتخوف من المستقبل. هي محاولة تجسيد الحياة التونسي اليومية يعني إنه كيفية أنك توري وتخرج الشخصيات ومعيشها اليومي عبر الألوان في مرحلة الحياة وإلا عبر الانكسار، يعني كيفاش باش توري الانكسار في طريقة الرسم يعني وكيفاش باش يكونوا يعني أكثر تجسيدهم والخطوط المرسوم بها وطريقتها. بعد ثورة عام 2011 تنفس التونسيون الصعداء لا سيما في حرية الرأي والتعبير، ربما هذا المكسب الوحيد اللافت للنظر، لكن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ازدادت تأزما، مشهد تبرزه الرسامة التشكيلية في لوحاتها الفنية. الناس كلها حلمت مع بعضها وكنا نطمحوا حقيقة لتونس جميلة، تونس متميزة، تونس ماشية في الرقي، في يعني تونس مشية إنه تنفض عنها غبار السرقات والرشوة وكل ما هو يسيء إلى الدولة كدولة، وإنه المواطن التونسي يكون حر ويكون يعني يحقق أحلامه وطموحاته. ويتطلع التونسيون وفق ما أظهرته يسرى من خلال رسومها لحل التحديات التي تواجه البلاد، خاصة مشاكل البطالة والفقر وتحسين مستوى المعيشة للأسر بعد 8 سنوات مرت على ثورتهم. يحكي هذا المعرض الحياة العامة للتونسيين بعد الثورة عام 2011، إذ بقيت المطالب والأهداف الرئيسية بمثابة تحديات أمام الحكومات التونسية المتعاقبة ما بعد ثورة عام 2011. ياسر دبابش، الغد، تونس.